الثالثة صباحا منتصف الليل بتوقيت غرينتش. موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. استقبل الرئيس السيسي رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد لاستئناف المناقشات بينهما. جدد الزعيمان تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين سياسيا واقتصاديا وثقافيا، انطلاقا من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار الشعبين الشقيقين، بما يسهم أيضا بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة. كما ناقش الزعيمان سبل تجاوز الجمود الحالية في مفاوضات سد النهضة الإثيوبية، حيث اتفق على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، واتفق على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال 4 أشهر. وخلال فترة هذه المفاوضات أوضحت إثيوبيا التزامها أثناء ملء السد خلال العام الهيدروجي 2023-2024 بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع أريتريا وترسيخ التعاون والمشروعات المشتركة في شتى المجالات. وخلال استقباله بقصر الاتحادية، الرئيس آسياس أفوركي رئيس أريتريا بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في السودان وجهود دول الجوار في تسوية الأزمة حقنا لدماء الشعب السوداني الشقيق. وقد تم التوافق في هذا الصدد على تعزيز التنسيق والتشاور المشترك تدعيما للأمن والاستقرار في المنطقة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس أفوركي أعرب عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، خاصة في الوقت الراهن الذي تشهد فيه منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر العديد من التحديات المتلاحقة، مشيدا في هذا الصدد بالمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قمة دول جوار السودان اعتمدت البيان الختامي الصادر عن القمة. وقال الرئيس السيسي إن البيان الختامي عبر عن القلق العميق بسبب الاشتباكات في السودان. وفي البيان الختامي الذي ألقاه الرئيس السيسي دعا الأطراف المختلفة إلى وقف العنف وتجنب التصعيد. وأضاف الرئيس السيسي أنه تم التأكيد على الاحترام الكامل للسودان وسلامة أراضيه والتعامل مع النزاع على أنه شأن داخلي. كما شدد البيان الختامي على أهمية الحفاظ على الدولة السودانية. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عرض رؤية مصر لحل الأزمة في السودان التي تستند إلى ضرورة إحلال السلام بشكل فوري ومستدام. ودعا الرئيس السيسي في كلمة مصر أمام قمة جوار السودان جميع الأطراف السودانية إلى تسهيل المساعدات الإنسانية كافة وإقامة ممرات آمنة لتوصيل تلك المساعدات للمناطق الأكثر احتياجا داخل السودان، ووضع آليات تكفل توفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات الإنسانية ولموظفي الإغاثة الدولية لتمكينهم من أداء عملهم. انطلقت فعاليات مهرجان العالمين الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط. بدأت فعاليات المهرجان ببطولة لكرة القدم الشاطئية شارك بها أكثر عدد من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي. تستمر فعاليات المهرجان طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. ويضم المهرجان الذي يستقبل 1 مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العالمين الجديدة.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء دول الشمال الأوروبي في بيان مشترك أنهم سيواصلون دعمهم لأوكرانيا مهما كلفهم الأمر. وبعد قمة بين بايدن ورئيس فنلندا ورؤساء وزراء السويد والدنمارك والنرويج وأيسلندا في العاصمة الفنلندية، قال الزعماء إن دول الشمال الأوروبي مستعدة لتعزيز تعاونها الأمني والدفاعي مع الولايات المتحدة. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية الموجز. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة. تقبلوا تحياتي ناردين حبيب. أعود فألقاكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.